فاصولية وبامية وملوخية. كتريون كتر اللحمات. صباح الخير بلبل. بلبل. نعم. نزلت اللوحات اللي طلبونا عزيز افندي؟ بس برواز اللوحة الكبيرة مخلوع. يا جماعة صباح الخير. البرواز مخلوع. مخلوع لأنك بتحمل لوحات مثل كيس البطاطا. يا الله، في حدا بيتغطى ولا ما عاد حدا استحى وزاء ورد علينا؟ نعم رديت. رجعت سيد إبراهيم، ما فهمتك إنه اللوحات ما عم تنباع معي؟ واللوحات اللي جبت لك اياهم من اسبوع شو صار فيهم؟ رميتهم صندوق زبالة. صندوق زبالة يا برميل. برميل اسمح لي باللوحات تبعي. بلبل. بلبل. نعم. اعطيهم وخلي وحدة رهن لحتى يجيب ال 25 ليرة يلي عليه. لكن انا بدي يعني ما انباع ولا وحدة؟ ولا وحدة ابدا ابدا ابدا. يعني نشفت؟ نشفت بالمرة. يا لطيف شو وشك الرئيس. وما رح تنباع ولا وحدة لأنه المواضيع اللي عم ترسمها مواضيع تافهة بلا طعمة. لوحاتي تافهة بلا طعمة؟ ايه نعم، لأنه ما بتغذي النظر. اشرب عصير الجزر. أنا بدي لوحات فيها مغذيات. يعني بدك لوحات عاريات مو هيك؟ يا أستاذ إبراهيم، أنا نصحتك قبل هالمرة وقلت لك انه اذا بدك تنشهر وتنباع لوحاتك ما بتكفي الريشة لحالها، لازم تكون معك ست حلوة وتعمل ببيتك حفلات فيها شخصيات مليانة مغذيات. مغذيات؟ اذا لوحاتي بدهم ينباعوا بهالطريقة هاد نقدر نقول انه الفن مات. مجنون افتكر ان الفن بطعميه خبز. وين يا بي؟ قول السلام عليكم. مو امبارح قلنا لك؟ امبارح وعدتني تعطيني اجرة الاوضة. مرحبا عمي ابو صياح. الله ناولني. مو على عيني. تفضل. هني انا عمي ابو صياح. ما بدي ادو لا مي عود. حاضر عيني. اهلين. شو هذا اللي بايدها؟ اللوحات عمي ابو صياح. لك لسه لاحق لي شغلات كراكوز. ما لقينا لك شغله بمعمل البلاط. شو معمل البلاط عمي ابو صياح؟ انا خريج كليه الفنون الجميله. لك ابني سيبك من هالصرعات. حتى انت يا ابو صياح الحق لك صنعة تعيش منها وتوفي ديونك ويكون بعلمك بدون ما نجيب الشرطة. يا بتدفعوا بالتي هي أحسن يا بتطلعوا بالتي هي أحسن. لا باطل. والفن والفن يا عمي أبو صياح، والإحساس الحلو يا عمي أبو صياح، والكليان العظيم اللي أخذناه من عندك هالشهر والله نسلا بدنا وما كان يسلقوا. بعدين ما في مخ، الظاهر خروف كان أجدب. أنا بكون أجدب إذا بخليكم بيا الأوضة. لك ما بيكفي أنت وصاحبك صار لكم ست أشهر ما دفعتوا؟ عن إذنك. أنا ما حدا بيضحك علي. روح. وين صاحبك السيد فريد بياع الكلام؟ تفضل شرف، سكور الديب وهير القضيب. مالك أبو صياح؟ لك عمي هذا الكلام ما بيطعميني خبز. يا بتدفعوا اللي عليكم يا بتروحوا بتشوفوا لكم منامة تانية. والله يا شيخ هندفع لك. ده أنا حتى شفتك امبارح في المنام راكب بهيمة خضرة وعملت فرق فلوس على الناس. ادي له حاجه ابراهيم من اللي بعته. منين؟ ما في ما في. ما في طبعا ما في. بيطلع من البيت بلوحه بيرجع بخمس لوحات. الا انه ما حلو الواحد يفوت على بيته وايده فاضيه. بسيطه يا راجل، اعتبر الفلوس في جيبك، ده احنا اهل. يا حبيبي صاحبك شفط النفس ما خلى شي من التنباك قام دخ. ده ما دخش من التنباك يا ابو صياح، ده دخ من القهر عشان فنان اصيل ما حدش حس بيه. حرامي عالم. يلا ابراهيم فولي نفسك. فريد احترق نفسي. اتنيل كمان بتنكت. يلا صلحه. يضرب الزوز ما اصعب فراطه.
ذاتا الله ما جمع إلا وفى. ايه ده مجنون؟ ايه ده؟ الله يخرب بيتك بفلوس. اتركني يا فريد. ما تبقاش مجنون امال. انا يئست، ما حدا عم يقدر فني. فن ايه يا ابني ووجع دماغ ايه؟ الفن انك تعيش. هو الراجل بتاع المعرض مش عاوز لوح لمزاجه؟ انا ما برسم لحدا، انا برسم احساسي. انا لما برسم بكون عم اقول وجهة نظري. وجهة نظرك؟ طيب يا اخويا خليك كده جعان. في ايه؟ شو صحي الاستاذ؟ احدا بشم هالريحه وما بيصحى؟ اخير النبي، الله طلعت اللحمه. الحقني يا ابو صياح. ايدك هيك. قبل كل شيء بدي اياكم تعرفوا انه صار عليكم اجره الاوضه 3 شهور، هذا غير الاكل اللي عم تطبخوه. طب وماله يا ابو صياح؟ ما هو الحساب ماشي. الى وين ماشي؟ ماشي ولا بيدي ترارن. طب وشرف امي يا ابو صياح؟ انا لسه شايف لك منام. لك انت لحقت تنام؟ طبعا دي احلام اليقظه يا ابو صياح. لا شغل نكت ما بدي انت وياه. ليش انت ما بتعرف احلام اليقظه هيك يعني؟ ها ما انت وياه. اي اخر مره بقدر بعطيكم فيها مواد استهلاكيه؟ ما تطوعني يا ابو صياح وتخلي العبقري يرسم لك لوحه. شو بدي اعمل باللوحه؟ خلي اهو من جهه زين بها محلك ونكون احنا سددنا حاجه من اللي علينا. يعني شو ممكن استوحي من هيك لوحه؟ اهو شويه بهايم على شويه خرفان وانت في وسطهم يا ابو صياح. يعني بدنا نعدنا 5 ايام بالاسطبل. مو احسن ما تضلوا مديونين؟ خلي. سلام عليكم. ما تزعلش يا ابراهيم، اكل وانت بتاكل وفلوس وهجيب لك. منين بقى الفلوس؟ هبيع لك لوحات. صحيح، يا عيني عليك، انت حبيب واخ، يعني حيحصل؟ حيحصل. شكرا عن اذنك. ضرب بلا صاوي على راسه. تعالى مالكش دعوه بالحاجات دي. اللهم صل على النبي. شو هاللوحات وعالزيت؟ اهلا وسهلا فريد بيه. اهلا. فين مدام؟ موجوده اندهالي. حاضر. رح تشتري ما؟ الله يخلينا اياك. تفضل يا مدام. الست هند صاحبه المحل فنانه اصيله. اهلين وسهلين، شلون الشغل؟ مين حضرته؟ الاستاذ ابراهيم الفنان العالمي. يا سلام، فنان في ايه بقى؟ في الرسم، ده موهوب، لوحاته بتتباع في الكونغو وفي السيدة زينب. مهم، عايزين ايه؟ عايزين ذوقك وفنك. اللوحة دي رسمها مخصوص علشانك انت. بصي، والطابلو ده بيعبر عن الجمال. جمال ايه وهباب ايه؟ يا سليم؟ يا فندم؟ شيل العرب ده لجوه. حاضر. العمى؟ لوين اخذ لوحاتي؟ لوحاتي؟ لسه ما اتفقنا. السيد اسمع يا فريد، تدفع الحساب اللي عليك تاخد اللوحات. لكن اللوحات مش بتاعتي، دول بتوع زميلي. مش شغلي، يا الحساب يا اللوحات. انا شو دخلني بهالشغلة؟ فعل حسابها، بدي لوحاتي. ومال؟ الجيب واحد نفدين على بعض. والله جيبتي بتنفذ على جيبتك، اما جيبتك تنفذ على جيبتي مو معقول. ما تفضحناش قدام الست امال. ما بعرف، بدي لوحات. اسكت. هلا بدي لوحات. بدي لوحات. لازم لوحات. 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 مين؟ لوين؟ اوعى راسي. حيودوه فين؟ حيفسحوه. لوحاتي! الله لا يوفقهم. بدي لوحاتي! عريش بيني تعبي سهر الليالي، روح انت وياه من وشي. بدي لوحاتي! رسلني انت وياه هلا. بدي لوحاتي! 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 اي اتركني! اتركني! لوحاتي! لوحاتي! عن اسمك يا اخي. حسابك كام؟ 200 ليرة. عال اللوحات دي ب 500، هاتي 300 نبقى خالصين. بدي لوحاتي، ما بطلع الا بدي لوحاتي، اي هلا بدي لوحاتي، بدي لوحاتي، بدي لوحاتي، مين؟ اهلين، يلا يا كريم وطي. هيودوه فين؟ هيفسحوه تاني. اه اتركني انت وياه. بدي لوحاتي. هات
عندي لشوف. وينك؟ وينك؟ وقف عليهم شوي، انت لساتك على فيس راسك ما تحش حطون، طلع اجر احسن. اتركني انت وياك. لو حاسي طيب الا فريد انا هون. شكرا. حق المازة الله يجبر بخاطري. الله لا يوفقكم. لو حاسي عليك يا اختي انت الصوت اللي بتسحب. شوف رقاق. وبعدين بقى بدي لوحاتي، ما بطلع اللي بدي لوحاتي. فهمت عليك يا حسين حبيبي، تعال شيلني. يلا تعبناكم يا جماعه. حيودوه فين؟ حيفسحوه تاني. لا الدنيا بخير، لك قلبتوني ما عدتوا. دكتور عيني راسا على عقب، شو بهن هذول عم يرقصوا بالمقلوب؟ اي راسي راسي اي راسي. عم احكم ما يقع راسي، فجيتوني. الله يوفقكم. اي والله العظيم كسر راسك. 100 اهلين لو حاتي. ايه اللي بتعملوه ده؟ عايز تتفسح يا روحي انت كمان؟ لا ده بعدك. انا حرمك. يا عيال يا أستاذ إبراهيم، أنا نصحتك قبل هالمرة وقلت لك انه اذا بدك تنشهر وتنباع لوحاتك ما بتكفي الريشه لحالها، لازم تكون معك ست حلوه وتعمل ببيتك حفلات فيها شخصيات مليانه مغذيات. شو هذا اللي بايدها؟ اللوحات عم يصيح لك. لسه لاحق لي شغلات كراكوز، ما لقينا لك شغله بمعمل البلاط. شو معمل البلاط عمي ابو صياح؟ انا خريج كلية الفنون الجميلة.
اسم الله ايش واكلي؟ مالك ايوه طولي معي ايوه عادي هون شو عادي سلامتك من الاه سلامتك لحظه شوي لشوف ايوه جاي لا تموتي شو بتريد عمو؟ قرب عمو تعال شوف تعال شوف ابوك هون؟ لا امك هون؟ لا عيرنا كم بطانيه وكم منشفه لمين؟ إلي أنا هون جاركم تحت الشجرة شو اسمك عمو؟ إبراهيم تحت الشجرة صاير معنا لأنه هلا وقت الحكي روح أنا أشوف بسرعة أعطيني كبريتك كبريتي أوام أوام تفضل لسه مؤديات يعطيك العافية يلا بخاطرك إن شاء الله ما بدي هلا بتدفي ايوه قربي لاشوف لا تخافي مثل اخوك وعز ايوه حلوه هالبلوزه نشرت يا من البالي شو لقيت شي؟ ما في شي طيب البسها وعي لقينا هدول جنب الشجرة اللي هنيك طيب شو رأيك؟ حادثة انتحار ولا جريمة؟ والله أنا شاكك إنه جريمة طيب خذوهم واحفظوهم طيب تركت بقية الغطاسين عم يفتشوا المنطقة كلها كيلو اللحم بعظمه بسعر 450 قرش ما بتوفي إيه؟ وقية الهبرة بمية وأربعين قرش والله ما بتوفي إيه؟ بقية اللحم المدهنة بتسعين قرش ما حدا عاد ياكل دهن ايه تسعيري خلصي لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله تفضل لك هذا ابراهيم الرسام ايه نعم شو قرالي يا سيدي الزلمة منتحر في البحر منتحر انا لله وانا اليه راجعون لكن مو حرام عليه هو شاب مثل عرق الزنباء فريد ابراهيم استاذ ابراهيم صباح الخير يا ست نادية صباح الخير يا عدنان ما شفتش ابراهيم عم يدور على فردة صباطه اشربي كاسة حليب تازة متشكرة قوي الفردة ضاعت اي 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 انه الشوك لاحقني على الدعسة وليه صباح الخير يا ابراهيم صباح الخير يا صباح الخير ان شاء الله نمتي وارتحتي يعني وانت يعني لقيت جزمتك ضغط عليها ما لقيتها الظاهر وقعت مني بالمي يلا نمشي يلا يرحمني ويرحمني الله 50 كوساية حاشة بس ما بكفوا وين بدهم يقعدوا اعملي فوقهم 20 حفتاية يعني كرشة بدي مغذيات ناقصني فيتامينات اختصريها هلا اجا زبون
عجبتك الصورة؟ أي نعم، هي رسم من إنتاج البلد؟ طبعا. يا سلام، يلي رسم اللوحة إنسان عنده رؤية رائعة. شو يلي عجبك فيها؟ الإحساس الصادق والتعبير الشفاف. نعم، هني سر نجاح الرسام يلي قدر يصور حياة الناس يلي عم تشقى في سبيل قوتها. الحقيقة يعني هالرسام مخلص لمجتمعه. قد ايه السعر؟ عجبتك طبعا. هي مشانك 500 ليرة مع الخصم. بس بس من فضلك اذا جاب لك لوحات تانية اتصل فيي. تفضل. كمان شوي. برافو عليك، شد نشوف. ايوه. ايه ده؟ لا اسمع، دول بقوا 10 عصات لحد دلوقتي. شو حضرتك مأمورة الضرائب؟ انت دمك خفيف قوي. من قلة الأكل. لا. استنى. أهلين. نعم. طول بالك، شوفك. احكي. فكري. شو فكرك؟ فكري نحن اثنين، يعني إنما هنيك قد الساعة معك؟ روح على لا عبيد. قولي. فات الشوكة بإيدي. طولي بالك. أيوة، أنت شفتي الشوفير شو كان وشه ضحوكي؟ يا ساتر، ده كان حياكلنا بعينيه. الظاهر أكل مخالفة. إبراهيم أنا تعبت. لا وصلنا، ما بقي غير 25 كيلو متر بس. يرحمني ويرحمني الله. دول بقى 11. بس اماني اوعك تاكلي علي شي وحدي. ها. يلا صلنا. يدي علي ولا يهمك. والله شفيك. ها مطعم. شو رايك لو ناكل لقمتين على شرف الانتحار الفاشل؟ ماليش نفس، نشرب شاي واشرب ازوز انا. ايه دول؟ كم ليرة عاملين دوش؟ بدهم تنظيف وكوي. هنا يلا تفضلي. ايه ده؟ وحتخش كده وانت حافي؟ إذا حدا سألنا بنقول له هي الرجل مصيفة. يلا. الله يرحمني ويرحمني منك، دول بقوا 32 عصر. زمتان تستاهلي أكثر. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. يلا. دادي يلا ويلا، دادي يا ما شاء الله. أسنانك الحلوة، شو بتحب تاكل؟ نفسي آكل زمارة رقبتك علشان ما سبتنيش أنتحر. والله زمارة رقبتي مو مكتوبة هون بالليستة. بعدين أنت لازمك غذاء دسم. لازمك مقويات. لازمك فيتامينات. لازمك هالصحن فيجي البلاط وصلحه، وصلح لي كمان نظرتك يا حبيبي. تعرف يا سي ابراهيم، ارجوك ارفعي الكلفة بيناتنا بدون سي ابراهيم. استاذ ابراهيم. طب استاذ ابراهيم. نعم يا استاذ نادية. يا سلام، انا في حياتي ما كنتش اؤمن بالصدفة. وحاليا؟ حاليا بقيت أحب الصدفة. تحبك العافية. أنا بسأل نفسي، يا ترى الصدفة هتجمعنا تاني؟ والله هي ترجع إليك. إزاي؟ لما بتفكري بالانتحار. وأماني وإيدي على راسك، وما بسامحك إذا بتنتحري من وراي. ألا بالانس إجا على راسه، ما صار له شيء، فلما إجوا لعنده بال شو يلي طلبتوه؟ شو ما عندكم غير فجل؟ في عنا كل شيء. شو بتحبي تاكلي؟ اي حاجه تعجبك. كبه بلبنيه خالص، شيخ المخشي خالص، ورا عنب خالص، ملوخيه خالص. طب ما تجيب لنا خالص. خالص. يا سلام، نحن اليوم تعبنا كثير بالمشي. خالص. دمه تقيل قوي. خالص. علا علا يسمعوا، هلا غير خالص شو في عندكم هون؟ في عنا فراريج مشوية وسمك بأنواعه.
شو رأيك بصحن سلطان إبراهيم؟ أيوة بس يعني ولا يهمك، فهمت عليكي فهمت عليكي. هات لنا فروجين بالله. فروجين؟ وصحن سمك مشط. مشط؟ إيه مشان أسرح فيه. إلا قولي، أنت عايش لوحدك؟ لا مع زميلي فريد مسكين، هلا بيكون مشغول فكره علي. حيفرح قوي لما يلاقيك عايش. وراح يفرح أكتر لما بده يعرف إني لقيت اللوحة الحلوة اللي الطبيعة رسمت خطوطها ورسمت ابتسامتها. إيه أنا بتحدى أكبر رسام يرسمها العيون. ألا بقى يا إبراهيم؟ تلات عيون حبيتهم، عين الخضرة وعين الفيجة وعيونك. بدي أحكي. توجعني كلامي؟ لا جزئتك. هلا كل ما بدك تشتري وقية لحمة بدك تعمل لي الصرعة. يا أخي أنا ما بوافقني الدهن. وأنا ما بيوافقني بيع اللحمة بلا دهن. ليش يا عبد الدفيش؟ لأنه إذا كان كل زبوناتي مثل حكايتك بخسر 20 ليرة بالخروف. ليش؟ أخي لا جادلني، أنا هيك أعلي. تصطفل شو هالنار هاد؟ مرحبا. إن شاء الله أنت الثاني بدك لحمة بلا دهن. لا والله، عم بسأل عن واحد رسام ساكن بهالنواحي اسمه إبراهيم. رحمة الله على ترابه. شو هالحكي؟ أستاذ إبراهيم؟ العمر إلك يا حوينة شبابه، انتحر ما قريته بالجرايد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مسكين، يعني ما انتحر إلا لما الناس صارت تطلب لوحاته. شو بدك منه أخي؟ بدي اشتري كم لوحة من عنده. أخي اللوحات اللي كان يرسمها المرحوم موجودة فوق، لأنه المرحوم كان ساكن عندي هو ورفيقه. تعا بكرة. ما بقدر أشوف اللوحات هلأ؟ لا، لأنه رفيقه راح يدور على زستو. تعا بكرة أخي. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مع السلامة. وقام قلب بلانس، لما قلب بلانس إجا المرة على إيده. فلما أهلين شكرا. ارحمني ويرحمني الله. شكرا. لا فلما في حاجة يا إبراهيم؟ لا لا سلامتك. أنت متأكد إنه هالفاتورة إلنا؟ طبعا. أنت شايف غيرك في زباين؟ يعني إذا ما في زباين بدكم تطالعوها من رقبتي؟ نعم. أنتوا بتقولوا إيه؟ والله سلامتك ما في شيء. بالله إذا ممكن تجيب لنا إبرة ملاحف. إبرة ملاحف؟ إيه أنا نرقعها. شو؟ ياولي قرمش. يعني إيه ملاحف؟ ملاحف يعني أم المية بنسميها ملحفة، أنا أعطيته ملحفة يعني مية. خد يا إبراهيم ادفع الحساب. 5 ليرات؟ غرقان غرقان. أنت بتقول إيه؟ سلامتك، بس هذول ما بيكفوك إجر الطريق إليك. مع السلامة. وأنت؟ لا أنا رح أتصل بفريد مشان الصباط. يا ترى مش هنتقابل تاني؟ تركي هالانتحار، بقصد للظروف، للظروف. أنا مش حنساك أبدا يا إبراهيم، ولا حنسى ليلة الغاب. وأنا كمان، مع ألف سلامة. مع السلامة. يا هلا يا هلا بالعين. لا لا تشلح الا بتاخذ برد. تفضل. الابريق. شو ما في اصغار؟ لا. ما في عندكم مغاسل؟ في. عن اذنك. تفضل. الابريق. مجدي بتعرفه؟ لا. يسلم لي الوش الحزايمي. الابريق. امبارح اخذ ابريق. عن اذنك. المغاسل جوا. شكرا. قلت لي المغاسل جوا. اهلي الله يصلح. يجينا نساعد وغفي. المطعم ملك؟ اجره. اجرنا واجركم على الله. ليرة؟
المغاسل شكرا. لا 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 تتعب حالك، خليك محلك، عرفته لحالي، صرنا من اهل البيت، يعني صار بيناتنا خبز وملح ومغاسل. عم دور عليك لعنك. يعني مغاسلكم منيحة، فور سلام في، مي في، أكل في، مصاري ما في. نص إلي ونص إلك. اسم الكريم طافش. طافش عاشت الأسامي. متجوز؟ لك مطلق؟ أنا بقول متجوز ومطلق. في مغاسل؟ لكان في تليفون. يلا الحاني طافش، ظريف طافش، معون طافش. يلا طافش. معك رافا؟ انت دائما وراي وراي، وانا كمان وراي رجال ابو ضيات ابو صياح. ايه واحد اربعة خمسة 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 طافش بعيون الشيطان. الو مشغول. نعم لحظة لحظة. مشيني يا ابو صياح، الرزة على النار. انا اللي صفيان على نار؟ ما بدنا نفهم الزلمة وينه؟ الاولاد لحالهم بالبيت. الله يخليك يا ابو صياح. لك اختي الزلمة رسام ومات الله يرحمه، بدنا نعرف الزلمة وين صفيان. يلا دخيلك يا ابو صياح. لك اتركيني بامي عم اقول لك. الو الو لك يا الو. بطلع عليك بزيك انا ما عليك بدي قريب ريب دي عم بدي اواي وامك. اثنين فروج وصحن سمك بسبعين ليرة. ليش؟ الفروج من حملة البكالوريا. اشتغل وانت عم تحكي. ايوه وانت كل خس ولا تحكي. اقسم بالله بتحرموا الواحد يفوت على مطعم وظيفه ما عليه شيء. خلينا الارميه. بظن هلا يعني انه حقكم وصلكم. وصل لبات عيدها. لا خذ بالمية عشرة. شو بخشيش؟ الله الله يا عيني. ايش هو هاد؟ شي عظيم، شي مدهش. ايه المرحوم كان غالي علي كتير. بتصدق قد ما بكيت عليه نزل وزني 2 كيلو. كنت هيك صرت هيك. ما هو باين واضح المرحوم كان رسام عظيم، بس يا خسارة مات من القهر. أنا والله كنت حاطه على راسي. وصندوق الزبالة؟ هلأ صار في صندوق فلوس. يا أستاذ فريد لوحة المرحوم تنحط بأحسن المعارض مع مشاهير الرسامين. دلوقتي بس عرفتوا قيمته. عن إذنك. واشرح لها عن حالتي. واشرح. مين فريد حبيبي؟ مين ابراهيم؟ ايوه. يا نهار مهبب. ايش؟ انت ما متش؟ لا اجلت الموت الى اشعار اخر. اوعى تتحرك جايلك حالا. صبر بيه صبر بيه. نعم وحياتك وسع الطريق. عفوا هون كمان في لوحات؟ لا 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 ما فيش. لا اذا في انا بشتري. لا يمكن يا اخي بيعني اللوحات. لا يمكن افرط فيهم، دول من ريحه المرحوم. المرحوم انا مستعد اشتري حتى ريحه المرحوم، كل لوحه ب 200 ليره. طب ادفع حاجه تحت الحساب. مو على عيني. اتفضل هاي 500 ليره. خليني اخذ تنتين بس. لا واحده بعدين بعدين. هاي لك. هبعتهم لك انا يا سيدي. مع السلامه اخي. هاي مع السلامه. هاي صاير لك فريد يا وحش. يا نهار اسود، يعني انت ما انتحرتش؟ مالك شايفني قدامك مثل اللوح؟ وخبر انتحارك اللي مالي البلد. لا انا ما بتت. والسمك اللي كلك
وما خلاش منك غير فردة جزمة والجاكيتة. أنا بعت لك يان على سبيل الذكرى وأنا عم بسبح. عليه مفروض عليه. اسمع إبراهيم. ها؟ أنت دلوقتي وقعت نفسك في ورطة لا لها أول ولا آخر. ما عم بفهم عليك. يعني أنت لازم تفضل مختفي، أوعى تتحرك من هنا. ليش أنا شو عامل؟ يا سيدي. شو عامل؟ إبراهيم، عملتك دي فيها نصب واحتيال. أخي شو مساوي؟ أنت دوخت الشرطة عليك. وغير كده اصبحت من مشاهير الفنانين. تقوم حضرتك تقول لهم انك حي وما متش. شو بدي ساوي؟ رجعت بكلامي وما انتحرت. تعمل اللي هقول لك عليه لصالحك ولمستقبلك كمان. تفضل مختفي لحد ما نشوف محامي. يعني بدك ياني ضوى عمري بالحمام؟ لا، فضل سجن الدولة على سجن ابو صياح. بلاش سجن ابو صياح. انا هغير لك هيئتك وارميك في الجنة. بس تعمل اللي انا هقول لك عليه. يعني ولا كلمة. ها؟ البس. حاضر. العين. اهلا فريد. اهلا. مين ده؟ ده الرسام اسكندر، زو اسكندر. وغلبان. وعاوزين يسكنوا عندك. هو قالوا لك عندي لوكاندا؟ قصدي الاوضه اللي ورا. الاوضه دي بينام فيها الغفير. الغفير ينام على الباب. هو ده معقول؟ خلاص انا قلت كده اهو. عادي. وبيني وبينك هيعمل لك كام لوحه تزين بيهم المحل، واخر الشهر اديكي 75 ليره. وكمان مسكين مراته بتلحوا عشان النفقه. واذا عرف حد انه ساكن هنا مش هينزل من الاوضه. هتنزل. وبعدين عايزك تمنع اي بنت تطلع عنده. قلت ايه؟ موافقه. ابسط يا عم، حظك من السما، اوضه مليانه شمس وبيجري فيها الهواء واشياء اخرى. انت عندك ولاد؟ وبترسم من زمان؟ هو كل حاجه. معلش، اصل عنده مغص. وانت كمان عندك مغص. اتفضلوا. نسينا ال ابو هالشغله. تفضلوا. الله يجيرك. الحمد لله ما صار شيء للخشبه. تفضل. ولا اوتيل سيميراميس؟ لا واضح. تعال اسكندر، تعال استلم اخويا. حوض، شماعه، شباك، حاجه تشرح القلب. بارود. اهربوا. تعالى. مالك؟ هي الغرفة المشمسة، ايه شباك ما فيها؟ مال اسكندر ده؟ لا ابدا. مبروك على الاوضة. تقصد مبروك علي القبر؟ اسكندر مش عاجباه الاوضة ولا ايه؟ لا ابدا. يلا بقى يا عم في الجو الجميل ده عشان تعمل لنا كام لوحة بسرعة. ناقصك حاجة؟ لا بس غرفة. خطأ. اثبت. السلام عليكم. وعليكم السلام. فريد رح تتركني لحالي؟ يا ريتني انتحرت كان احسن. Thank you.
اهلين وسهلين بفريد بيك. تفضل. جيت بوقتك. شو اخبار اللوحات يلي تركها المرحوم هون وهون وهون؟ ليه؟ عشان اللوحه اللي ثمنها 50 ليره تبعوها بألف؟ اخي فريد بيك، البيع سماحه نفس. وحياه المرحوم بعتت تلغراف الكونغو وابنها العسل كمان عشان يبعتوا انتاج المرحوم الموجود عندهم. بدي لوحات، لازمني لوحات فريد بيك. والله هحاول اجيب لك من اسطنبول. شو منتظر؟ سافر. اسافر ماشي. بالطياره؟ اه. مستعد ادفع لك يلي بدك اياه. مو على عيني. بتأمر امر فريد بيك. اتكلنا على الله. النبي شو بيبلع؟ أنا دلوع لكن عنادية، وأخد حقي كمان بإيديا بإيديا. أنا وديك البحر يا شاطر، وأجيبك عطشان، وأوريك السما ونجومها لو هتخش رهان. وديك البحر يا شاطر، واجيبك عطشان، واوريك السما ونجومها لو هتخش رهان. ده انا اصلي يا واد مش العادية، ده انا دلوعة دلوعة. No.
وديك البحر يا شاطر واجيبك عطشان واوريك السما والجمها لو حتخش رهان انا وديك البحر يا شاطر واجيبك عطشان واوريك السما والجمها لو حتخش رهان ده انا اصلي يا واد مش لعبية ده انا دلوع انت مين؟ نعم ايه بتبصلي كده ليه افندم؟ يا امي انت عايز ايه؟ نعم انت عايز ايه؟ عايز لا تخافي لا تخافي عيونك نفس العيون. مالهم عيوني؟ عيونك الحلم الكبير، عيونك بحر بلا موج. طب استنى، انت مين؟ انت مين؟ ميشان محمد، ديري بالك على عيونك. سلام عليكم. هو ايه يا اخويا ده؟ مين المجنون ده؟ لا حبيته لكن ما بقولش حبيته لكن اي الحمد لله ما صاش له خشبي، خشب جوز. صباح الخير يا معلم. ايه سبحان المغير الذي لا يتغير. اسمتي كده، عمتي ماتت في الوقت المناسب، الله يرحمه اي يرحمها. الله يرحمنا جميع. اخي اجت الاغراض لي انا؟ لا للمرحوم ابراهيم. خير؟ دي خطيبه المرحوم. ازاي حقول لها الخبر المزعج ده؟ وامتى راح توصل؟ جايه بكره بالطياره، هروح اقابلها في المطار. ايه الله يجزيك الخير شو ابن حلال. ايوه ادخل. ما قلنا ادخل.
انت مين؟ عابر سبيل. طب وعايز ايه؟ حسني زكى عن عيونك بقرا لك حظك. وبتعرف تقرا الكف؟ بعد 100 كف تعلمت قرايه الكف. اصابع الببو يا خيار. خيار شايفي هالخطات؟ هذا خط الصدفه. صدفه وغرقتي. ايوه وعشتي من جديد تحلمي بالصدفه. ايوه واسمك نادية. صح. السلام عليكم. والنبي مجنون لذيذ. الآنسة ليلى طوغان القادمة على طائرة شركة الطيران العربية السورية يرجى الحضور إلى الاستعلامات. الآنسة ليلى؟ أيوه. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا قريب صديق إبراهيم. أمال فين إبراهيم؟ إبراهيم إبراهيم موجود. تفضلي. الحمد لله على السلامة. ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فرصة سعيدة. متشكرة. أمال فين إبراهيم؟ إبراهيم كان زميلي الروح بالروح. عيان؟ لا 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 سمح الله. أمال فين؟ في الحقيقة إزاي صحتك؟ أنت شغلتني خالص. إبراهيم ماله؟ أنت بتؤمني بالله؟ طبعا. أعصابك جامدة؟ في إيه؟ الكلام ده صحيح؟ ايوه البيه في حياتك. وليه عمل كده؟ مش عارف. اتفضلي. من فضلك حجزين اوضة باسم الانسة ليلى طوغان. ليلى طوغان؟ ايوه اتفضل. 224. متشكر. لا ادخل. ها جبت الشاي والسكر؟ ايوه. لك تخنان صوتك سعدو. خبيث الظاهر عم تدخن. ما مين اهلين. شو جاي مشان اقرا لك الكف الثاني؟ جاي علشان ترسمي. ليش هيك عم بصير معنا؟ يا الله. طيمشي ومنمشي، طيمشي ومنمشي، خلي سيدي يرد العشرة واحد. سيدي ايه اللي انت عامله ده؟ الله بيستر على اللي بيستر. ليه مخبي وش؟ ايه؟ مش حلوة؟ قولي على طولي، شو مو حلوة؟ انت قمر قبل ما يطلعوا له الرواد. طب ارسمي. انت هيك لا. وماله يا سي ابراهيم؟
شو بطي صوتك؟ كيف عرفتيني؟ لا يعني من كلام العيون، من قراية الكف، من الصدفة، من عفة نفسك. نادية، أنا مش حنساك أبداً يا إبراهيم. بترجعكي، ما بريد حدا يعرف إني ما انتحرت. في حد غيري يعرف إنك ما انتحرتش؟ في أخي وصديقي وقرة عيني فريد، وهالعينتين ربي يسلمهن. وفريد ده أنت واثق فيه؟ أعوذ بالله، فريد أخي وحبيبي، أنا ما بأمنه على لوحاتي بس، أنا بأمنه على بيتي وعلى عمري. واحد ويسكي من فضلك. على عيني. 223. الو ليلى، فريد ازاي حالك دلوقتي؟ لسه زعلانه؟ مش عايزني ازعل، مش عايزني ازعل يا استاذ فريد. ابراهيم كان كان ايه يا حلوه؟ كان دي فعل ماض ملوش وجود دلوقت. هو المرحوم لو كان بيحبك كان انتحر وساب الورده الجميله دي تتبل. والله انت صعبانه عليا. نعمل ايه؟ الله يرحمه كان عنده قصر نظر في الجمال. يلا يلا قومي البسي وانزلي فرفشي. بس انا تعبانه مش قادره انزل. حريقه. هي فين حريقه؟ حريقه، ما انت شايف الحريقه؟ قول حريقه. حريقه ايه يا اخويا؟ بقول لك قول حريقه. يا ساتر يا رب. حريقه حريقه، البار هيحترق. حريقه الحقوني الحقوني. ما تهش المرفا، النار ترتد في البار. واقتربت النار من ازازه الكونياك، اشتعلت ازازه الكونياك علشان نسبه استفرتو فيها كبيره. على فكره الكونياك بتاعكم مغشوش. النار عماله تزيد، انا خايف للنار تمتد للاوتيل كله، خصوصا الاوضه 224. النار تمتد للبرمن؟ البرمن يكاد يحترق. ابتدى يلع هدومه. اقلع على هدومه. نزل الملعب، هدومه اصبحت رماد. البرمن اضطر يستدعي رجال المطافي. فعلا وصلت رجال المطافي. البرمن صحي، البار كله يحترق، ودلوقتي وصلت ست حلوة تطفي النار اللي في قلبي. We'll be right back.
اهلا وسهلا. اهلا. ان شاء الله عجبتك. هي رسمها فنان كبير. حلو قوي، ثمنها كام؟ هي بتسوى مزين مع الخصم 500 ليرة. يا خبر، دي غالية قوي. الله يصلحك. هي لوحة رسمها فنان مشهور اسمه إبراهيم فتحي. بس يا خسارة، مات. الفنان إبراهيم فتحي مات؟ ما عندي خبر. قامت الدنيا وقعدت بموته. انتحر بالبحر. يا ريته ما مات. على القليل كان انتفع بفلوسه. أمال مين اللي بيبعت لك لوحاته؟ رفيقه فريد، دخيل النبش وطماع، بطنه كبيرة ما بيشبع. بتصدقي إنه صار آخذ مني 80,000 ليرة؟ يخرب بيته. العمى شو بالوعة. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين وسهلين. تعال يا ولد، هات كرسي للأستاذ فريد. لك وين الغيبة يا قبضاي؟ أشغال والله يا عم أبو صياح. إيه؟ الله ياخذ بيدك ويرحم رفيقك شو كان زهراوي وبيحب النكتة. تفضل يا راجل يا طيب. شو هدول؟ أجرة الأوضة. باطل. علي جيرة ما باخذهم. لكن أنا حسيب الأوضة. يعني حتركنا يا أستاذ فريد؟ ده حال الدنيا يا معلم. شايفك مريش، شو عم تشتغل؟ أصل عمتي الله يحسن إليها ماتت وأنا ورثتها. تفضل. قلت لك ما باخذ. وحياة عينك، هالأوضة رح تضل فاضية، وبعد كون ما حدا بيسكنها. الله يكرمك، طول عمري كنت بقول عليك شحم يا أبو صياح. الله يرحمك إبراهيم. تحب تاكلي حاجة؟ فيليه. اتنين فيليه من فضلك. حاضر. أنا مش عارفة من غيرك كنت هعمل إيه. أنا دايما تحت أمرك. في الحقيقة أنت كنت لطيف قوي معايا. أنا نفسي أفضل معاك على طول. صحيح. اسمعي. أفندي. الحقيقة. إيه؟ بقول يعني. أيوة. فهمتي حاجة؟ أبدا. أنا قصدي يعني قدك إيه؟ بقول يعني بتقول إيه؟
فهمت حاجة؟ وانت قلت حاجة؟ لا انت فهمتي. قبلتيه زوجا؟ قبلته زوجا. وانت؟ نعم. الفاتحة. هاي غرفة، هاي براد. 2572 تأخر فريد. 173 ادخل. 2576 أهلين نادية. 2578 تفضل ارتاحي. 2579 أنت بتعمل إيه؟ عم بعمل دورة محاسبة. 2590 انقطع. هو إيه اللي انقطع؟ الخير. يا نهاري سويت، انت بقالك على الحال ده كم ساعة؟ 3 ايام، بواسير المي تلفاني. 3 ايام وحابس نفسك هنا؟ والله عم انتظر صديقي فريد، بده يعطيني 25 ليرة. انت عبيط يا حبيبي؟ لا انا ابراهيم. يا دي النيلة. طب قوم قوم. لوين؟ مش شغلك. طيب والخير اللي نازل؟ خير ايه ونيلة ايه؟ قوم. على فين؟ نغير هوا، نغير جو، نغير الزنزانة اللي انت حابس نفسك فيها دي. معك حق. يلا. شو بالبيجامة؟ بس يلا. بكمشونا. ناويني رقبتك لشوفك. تعالي تعالي. ما بدك تجي؟ تعالي تعالي. طيب انا بدي العين. لا 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 لا. صدقيني يا نادية، طلعي بعيون. شو لقيتي؟ مش هقولك. نادية انت عالم مسحور بعيش فيه وبحس فيه بالاطمئنان. انت منافق يا حبيبي. انا منافق؟ مش عايزة حياتي تكون في سجن، عايزة حبنا يفضل كبير. طيب انت شو عايزة؟ عايزك تبني مستقبلك، تطلع للناس، سيبك من الخوف والوهم، اظهر بقى على حقيقتك. الكتري الفاصولية واعمل لي بانية واعمل لي فخدة كمان. مع السلامة. يلا اهلين وسهلين فريد بيه. فلوس بتأمر امر. تعال لقن يا ولد. لما نتفق قبل على السعر. ان شاء الله كل ساعة والتاني بنتفق على سعر. هو اللي بتدفع دي فلوس؟ دي كنوز بتلهفها بالتراب، دي جواهر مش ممكن هتتعوض. بص شوف ده. هات لشوف. شو يعني؟ شو يعني؟ الطابلو ده كان في تنبكتو عند عمة ابراهيم. هات 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 هات. وده بقى كان في بولاق من وكالة البلح. يا سلام جنان. اما ده بقى يا سلام. انا اللي عامله. انت؟ هات كرمالك انت بس رح باخذه. المهم شو فكرك يعني؟ فكري تعوض لي التكاليف، وبناء عليه تدفع في التابلو 2000 ليرة. قلت ايه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. هي 1000. قلنا 2000. ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. تفضل. هي 2000. تكلنا على الله. العماش وطماع.
مالك يا إبراهيم؟ إيه اللي مضايقك؟ مالي عرفات؟ لا يا إبراهيم، أنا حاسة إن في حاجة، والحاجة دي دخلت فنك، حتى ألوانك بقت باهتة. أنا رحت معرض صابر وشفت التابلوهات بتاعتك، شفت فيها الأمل، شفت نظرتك للمستقبل. أنت بتعذب نفسك يا إبراهيم، في حاجة في أعماقك بتهرب منها. كيف بدي أعبر عن إحساسي وأنا عايش محكوم بالموت؟ طيب أنا مين؟ اسم بدون عنوان، ريش بلا ألوان، قلب بدون إحساس. أنا ضايع ضايع. أنت فنان يا إبراهيم. أبدا، الفن بيشرب من الحرية، وأنا مسجون بعيد عن الناس، بعيد عن العالم، وعايش بسرداب من الخوف. وليه ترضى بكده؟ لأني بحب صديقي. مش معنى الصداقة انك تكون ضحية، الصداقة عالم جميل كله حب، وانت بتخلط بين الحب والاستغلال. فريد بيستغلك يا إبراهيم، بيبيع دموعك. معقول فريد يحكم علي بالموت ليعيش؟ معقول فريد يسرق مني المستقبل؟ تفضل. ألو، من فضلك غرفة الأستاذ فريد. شكرا. ألو ألو فريد، أنا إبراهيم. إبراهيم؟ مش معقول، في إيه؟ عاوزك شوي. طيب طيب، أنت بتتكلم منين؟ عم منتظرك بالصالون. طيب أنا جاي لك. رايح فين يا حبيبي؟ في حاجة؟ لا، بس أمي جت من الحجاز ورايح أودعها. حماتي، السلام عليكم. بظن كفاية تمثيل يا فريد. أنا عايز أعرف أنت إزاي بتخرج من أوضتك. حبيت أطلع من السجن مشان هنيك. مبروك العرس، ولو على الأقل كنت تعزمنا. ما أنا أنت لص كبير إبراهيم. أنت عملت من صداقتي تجارة سلعة. الله، انت هتلبخ. بدي احكي ورايح الا كل شيء. تعال هنا هتقول لها ايه. ولقد تمكنا من القاء القبض على السارق. انا بشوف انه حوادث سرقه عند الاحداث ممكن تخف نسبتها بعد افتتاح المعهد المهني. اه طبعا. الو، ايوه لحظه، ايوه سجل عندك يا احمد. ايوه، الضفه الغربيه للنهر تحت الجسر. جريمه؟ لا، اضواء جديده على انتحار الرسام ابراهيم. طيب مين المخبر؟ الو الو، مين عم يحكي؟ الو الو، شايف؟
دم، أكيد جريمة. طيب وشو العمل؟ اقبض على زميله فريد. حاضر. يا جماعة أنا بريء، أقسم لكم بشرف أمي. طيب طيب. ونحن جبناك لهنا لتثبت براءتك. أنا ما قتلتش حد، هو نعرف قتل القطة. الأدلة يلي انوجدت بتأكد إنه أنت القاتل. يا سيدي والله العظيم إبراهيم عايش، ودلوقتي قاعد يرسم زي الجن. عال، طيب وين موجود؟ الأقوم لقح في الكافتروا. خده وديه على الحبس. تاني. طلبوا تعالى. اهلا وسهلا، اي خدمه؟ مباحث جنائيه. خير ان شاء الله، تفضلوا. لا شكرا. في شاب اسمه ابراهيم ساكن عندي. ابراهيم؟ ما عنديش حد بالاسم ده، وبعدين هنا مش لوكاندا يا فندم. لكن مين الرسام يلي ساكن عندي؟ رسام ساكن بالغرفه اللي ورا المسرح. الغرفه دي بينام فيها الغفير يا فندم. طيب تفضلي ورجيناها. تفضلوا. من هنا يا فندم. تفضلوا. ما في حدا. مدام في غرف تانية؟ ايوة في. تفضل نشوفها. تفضلوا. شو هاد؟ شو هالعيشة؟ شو هالحالة بين اربع حيطان وبين القضبان؟ كيف بدي اطلع؟ شلون بدي اطلع؟ انت اخينا ما تقعد وانت عامل زي الزنبلك رايح جاي. شو بدي اعمل؟ بدريه وصلتني لهون، كله من لسانها الزفير. اوه يا جدع، قلت لك انت بلاش دوشه. بدريه مين وبتاع مين؟ انا وين؟ وين انا؟ في الجنه يا روح امك. بالجنه؟ وشلون هالجنه عتمه؟ بوجودك. قلي وانت شلون دخلت هالجنه؟ بالقضاء والقدر. يعني عملت مثل حكايتي وقتلت بدريه؟ بدرية مين وهباب مين؟ أنا بريء. علي هالكلام؟ اللي شو بلوتك؟ متهم بقتل صاحبي وهو لسه عايش. أو شلون هي صارت يا بي؟ مفيش فايدة، مفيش حد عاوز يصدقني. روح على الناس تاني. قلت لك اهمد بقى واقعد. ازيك يا عدنان؟ الحمد لله، اشتقنا لكم. ابراهيم ما جاش هنا؟ لا، ما بدك حليب. متشكره قوي يا عدنان. أهلين فريد شيخ الشباب. عود كل بردان. ماليش نفس. متشكر يا ابو صياح. على ايش عم تشكرني؟ نحن اهل بيناتنا خبز وملح. شايف النصيب ابو صياح؟ هذا مو نصيب. يلي جابك لهون اعلك الترللي. عملتك حدا بيعملها؟ لك حدا بيموت رفيقه وهو عايش؟ ده الشيطان يا ابو صياح. هذا الطمع مش شيطان.
انت غلطت بحق ابراهيم. انا عايز اصلح غلطتي. نعم ابو صياح، وصيتك ليلى موجوده في الاوتيل. ولا يهمك، ليلى حتكون بامانتنا. يا سلام يا ابو صياح، لو كل اللي لا ابراهيم دي فيها مؤبد مؤبد. شد حيلك شباك، حبس للرجال وحياة شواربك. بعد اشاره او اشارتين لطالعك مثل الشعره من العجين. ولو يا ريت. ايه عدنان، عدنان نعم بتريد شي؟ ما عرفني، انا ابراهيم. احلين عم ابراهيم. بس يا حرام، اجت ست نادية لهون وسألت عنا. اجت لهون؟ بتعرفي وين راحت؟ لا. بتريد شي يا عمو؟ لا سلامتك. حضرتك ابو صياح؟ ايه انا بذاتي. مريم مطمزين. انا بسال عن ابراهيم الرسام. انا قلبت الدنيا عليه مع بلاقيه. يعني ما تعرفش حاجه عنه؟ لا والله. والمصيبه انه رفيقه مرمي بالسجن، حيحكموه لفريد. والله خايف هالمرة يكون انتحر عن صحيح. مش معقول، مش معقول ابراهيم يفكر التفكير ده. يا علي الحلال، ما تركت مطرح الا دورت عليه، ما كنت لاقيه. انت شفت فريد؟ كنت عنده بالسجن، وطلب مني اني اخذ بالي من مرته ليلى. احنا لازم نلاقي ابراهيم ونساعد فريد. فريد بريء. على راسي، بس وين بدنا نلاقيه؟ الاسم الكريم مطمزين. نجم اخته لابراهيم؟ لا صديقته. آه اميت أهلين. بدك تساعدي فريد ولا إبراهيم؟ شرفي معي. على فين؟ هلأ بتعرفي. دخيلك لا تواخذني، ما في شي محرز. المدام زعلت كتير وعملت لك هالخمسمية بيتين جناي مشان تتغداهم. الله يفك سجنك. كل دلية ولا للمساجين كلهم؟ دخيلك يا أستاذ فريد، خلصت اللوحات من عندي. دبر لي لوحات. منين وانا مسجون؟ إيه ما بينخاف عليك، يلي دبر من طنبقته بيدبر من هون وهون وهون. ازاي وانا موجود هون ادبر لك لوحات؟ انا دفيع، قد ما بدك فلوس موجود. بتجيب لابراهيم بتاخد لوحات. رح افتش وبحبش ونكش وجيب لك ابراهيم من تحت الارض. إذا ما لقيت إبراهيم راح أدبر لك. حي الله إبراهيم خاطرك. شوفي مدام، فريد أخونا وحبيبنا والصاحب وقت الشدة. شو يعني خلاص يلا بقى يا حلوة، بتسمي بقى وتحكي. بدك تجي معنا؟ على فين؟ لعنا على البيت. بتعدي انت واختك ام صياح ليطلع زوجك من الحبس. نحن معنا نسوان اثنان بالاوتيلات. ايوة تمام نادية خانوم. صح الكلام ده صحيح. ايه رأيك يا ليلى؟ يلا شباب. يلا يلا يلا. اهلا فريد. ايه طمني. كيف بدي طمنك وانت ما عم تعترف انك قتلت صديقك الرسام ابراهيم مشان تستولي على رسومه وتخطف منه خطيته؟ انت محام انت؟ لكان شو؟ انت جاي تدافع عني ولا تترافع ضدي؟ انا بدي دافع عنك. امال عايز تلبسني التهمه ليه؟ يا فريد الادله كلها ضدك، رجال المباحث عثروا على فردة الحذاء والجاكيت ملوتين بدم القتيل. مش ممكن، أنا ما قتلتوش. أنا المحامي تبعك ولازم تصارحني لمصلحتك. يا فريد حبل المشنقة قريب من رقبتك. يا فريد مشنقة.
لكن شو العمل؟ كل المستمسكات ضدك. يعني مفيش أمل؟ في أمل واحد بس. إيه هو؟ الأمل الوحيد وجود إبراهيم. إبراهيم؟ وفين إبراهيم دلوقتي؟ فريد رح ينشلق. يا خسارتك يا فريد، يا خسارتك يا فريد. الله يجيرك لم الزبيبات. رح ينشلق، رح ينشلق. الله يبعثنا سيارة، الله يبعثنا واحد ابن حلال، الله يبعثنا حلال ابن واحد. واقف يا اخونا، واقف يا حباب، سهى عليك وعلى اللي اعطاك سياره. يا جماعه وقفوا، وقفنا يا حباب، وقفنا يا اخونا. يا رفيف بتحرم الواحد يوقف سياره بالطريق. اي سياره؟ ماني متلحلح من هون. يا انا يا هو. وقف وقف. مرحبا يا اختي. مرحبا يا اخي. دخيلك، ممكن تنزلني معك للبلد؟ لانه في شغله مستعجله جدا. انت مين؟ ابراهيم. ابراهيم مين؟ فتحي. فتحي مين؟ الرسام. رسام مين؟ ابراهيم. وابي اسمه عبد الله وامي اسمها شعاع. انت ابن شعاع؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا. كيفك يا سيد ابراهيم؟ الحمد لله. دخيلك مستعجل. كيفك يا سيد ابراهيم؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ الحمد لله. ان شاء الله مبسوط. تعال. اهلا وسهلا. اهلا فيك. يا اهلا وسهلا. الله يخليك. شكرا. لا لا سيجارة. بطلته من زمان. لا لا سيجارة. الخشب عم ينزع لي صدري. لا لا اخذ سيجارة تفضل. والله ما تلزم. تفضل. امبارح رميتها. يا اهلا وسهلا. يا اهلا فيك. دخيلك مستعجل. يا حبيبي هاي سيارتك عم تمشي من قدام لورا. طيب انزلت مشى معي بس لحتى نوصل. لا ترجع تدعسني. يا حبيبي هاي سيارتك ماركتها ابو دبشي. وقف وقف لك. وقف وقف. هات ايدك. هات ايدك. ايدك. يا الله خاصرتي. ما خبرتني كيف صحة الوالد؟ راح ينشري. شلون أحواله؟ راح ينشري. باع البقرات ولا لساتهم عنده؟ راح ينشري. لك راح ينشري. لا حول ولا قوة إلا بالله. راح ينشري. أكيد عندك وش. راح ينشري. تعال لوين رايح؟ لحظة افتح لهون. رح شوف سيارة. وهداك رح ينشني. اتركني. خمياني. لك شو هاد؟ لك شو هاد؟ لك حرامي، لك حرامي السيارات، لك على مهلك، لك والله السيارة مو إلي. شوف عيني عيني ما عيني مالها. شوف يا سي محمد. شوف عيني مالها. شوف يا سي محمد. شوف عيني مالها. شوف عيني عيني ما عيني مالها. قبل التسريحة مليانة ريحة. قبل التسريحة مليانة ريحة. قبل ما تريحني يا خويا شوف عيني عيني ما عيني مالها. شوف يا سي محمد. شوف عيني مالها. شوف يا سي محمد. شوف عيني مالها. شوف عيني عيني ما عيني مالها. قبل المتلبس ساعي لبني كبس. قبل المتلبس ساعي لبني كبس. قبل ما تدوقني يا خويا شوف عيني يو عيني ما عيني مالها. شوف يا سي محمد. شوف عيني مالها. شوف يا سي محمد. شوف عيني مالها. شوف عيني يو عيني ما عيني مالها. قبل الكذاب حب الرمان. قبل الكذاب حب الرمان. قبل ما تشبكني يا خويا شوف عيني يو عيني ما عيني مالها.
خويا شوف عيني يو عيني ما عيني مالها. ابراهيم انت كنت فين؟ نادية طمنيني عن فريد. فريد؟ الجنة؟ لا. الحكم؟ لا. الحمد لله الحمد لله. إبراهيم انت فنان اصيل، انا كنت واثقة انك مش ممكن تسيب فريد يتشنق. ينشنق؟ ابدا. يلا امشي. على فين؟ ننشنق نطالع فريد. إبراهيم انا بدك تنشنقي؟ لا، هو انت ما فيش بق غير كلمة الشنق؟ اسمع انا عندي خبر ليك هيفرحك قوي. فريد طلع؟ لا، الدولة كرمتك كفنان وهتعمل لك معرض كبير قد كده اهو. صحيح، وين المكتوب؟ مع ابو صياح. ابو صياح عشان انا اللي جاي. يا مرحبا اللي جاي. اهلا وسهلا 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 اللي جاي. يا مرحبا اللي جاي. الله يسلمك. يلا بقى بوس الشوارب بعضكم. فريد انا غلطان في حقك يا ابراهيم، وهلا دلوقتي عرفت ان الصداقه اجمل شيء. من طول عمرك شهم والشر مو متأصل فيك، ويكون في علمك انا من الصبح هشتغل. حلو، يعني شفط ما عاد فيه. لا ده انا بقيت متجوز وعندي مراتي، لازم اشتغل واعيش بشرفي. مبروك عليك عروستك يا ابراهيم. يا ابوش في عندك لوحات؟ عندي اجمل لوحه في الدنيا. يطوب عليا ويتمنى، يطوب عليا ويتمنى. عريس الدين يا غالي، عريس الدين يا غالي، عريس الدين يا غالي. أعزائي المشاهدين، نتمنى أن يكون فيلم جسر الأشرار قد نال أعجابكم وأمضيتم معه وقتا لطيفا وممتعا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج السينما السورية.